بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم لا زال الحديث في الشواهد التي ينقلها المرحوم المصنف التي يبين من خلالها ان مجموعه من الاجماعات المنقوله ليست اجماعات حسيه وانما هي اجماعات مبنيه على اجتهادات على مقدمات اجتهاديه حدسيه منقوضه بعض هذه المقدمات خاطئه بعض هذه المقدمات مناقشه وكان يتحدث عن المرحوم ابن ادريس في مساله المواسعه والمضايقه وقال وبالجمله فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام عليه السلام؟ لانه تقدمت في تصوير الاجماع انه الاماميه لا ترى حجيه للاجماع بما هو اجماع وانما بما هو كاشف عن السنه وقيل في تصويره ان الناقل للاجماع في الواقع هو ناقل لكلام المعصوم فيصير خبر في قوه الخبر، يقول هل هذا خبر واقعي؟ اللي ينقل عن الفقهاء بهذه الطريقه الاجتهاديه يرتب مقدمات هل فعلا يخبر عن المعصوم الجواب كلا فهو ليس خبرا لا تشمله اخبار حجيه اخبار الاحاد ادله حجيه اخبار الاحاد لا تشمله وبالجمله فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول المعصوم عليه السلام عن قول الامام عليه السلام فيدخل يعني لكي يدخل في خبر الواحد مع انه في الحقيقه اعتماد على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها يبين أن هذه المقدمات ليست تامة عندنا نحن لا نعتقد أنها صحيحة لمجرد أنهم رووا أخبار المضايقة فهم يرون حجيتها وهم يرون عدم جواز مخالفة الأخبار ثابتة الحجية إذا هم يقولون بالمضايقة وهم رووا أخبار المواسعة أيضا في نفس الكلام يأتي فيها فنقول رووا اخبار المواسعه يرون حجيتها يرون عدم جواز مخالفتها اذا يقولون بالمواسعه فان كثيرا ممن ذكر فان كثيرا ممن ذكر اخبار المضايقه قد ذكر اخبار المواسعه ايضا فكيف تقول انه يبني هو يبني على المواسعه ايضا فاذا كونه كون زيد روى اخبار المضايقه إذا هو يعمل بها كذا هذا غير صحيح لأنه زيد هذا كما روى أخبار المضايقة روى أخبار الموازعة فإذا نقول أنه يفتي بالموازعة لأنه روى أخبار وإن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح الركون إلى هذا صفة للمدرك إما من جهة الدلالة أو المعارضة لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول المعصر صار إجماع مدركي يفتي على أساس هذه الرواية أنا حسب مباني أن هذه الرواية ليس فيها دلالة هذه الرواية ليست حجة فتوى الفقيه الذي أفتى على أساس الرواية راح يصير في كاشفية عن قول المعصوم الجواب كلا أنا أرى أنه مشتبه فإذا هذه المقدمات مقدمات غير تامة مقدمات غير صحيحة مقدمات مناقشة منقوضة فضلاً عن أن أصلا حتى لو ما كانت منقوضة كونها كون الإخبار عن فتوى جماعة إخبار عن الإجماع على أساس مقدمات اجتهادية لا يكون من الخبر الحجة الخبر الثقة الذي هو ثابت الحجة لا يكون من هذا القبيل وهذا يكفي أما أنه هذه المقدمات مناقشة فالأمر أوضح ثم يذكر مسألة أخرى قال وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد راح يذكر مثال اوضح يرى ان هذا المثال اوضح واجلى انه هناك بحث في مساله زكاه الفطره، زكاه الفطره هي على العيال على الشخص وعيال الشخص. طيب شخص عنده زوجه زوجته ناشز قد خرجت من بيت الزوجيه من دون اذنه من دون حق، طبعا احيانا يحق للمرأة الخروج من بيت الزوجية اذا اضطهدها اذا ظلمها اذا اذا يجوز لها الخروج. لاداء التكاليف الواجبه يجوز لها الخروج بل يجب عليها الخروج. فإذا مع عدم كون الخروج جائزا، مع عدم كون الخروج مبررا، خرجت المرأة فتسمى ناشز. الناشز هل يجب على الزوج اخراج نفقتها او لا؟ هل يلزم الزوج أن يخرج نفقة فطرته زكاة الفطرة عن زوجته الناشز أو لا يجب المرحوم ابن إدريس قال نعم يجب يجب على الزوج إخراج زكاة الفطرة عن زوجته الناشز دليل كما هو يذكر الإجماع يقول واحدة من الأدلة التي يذكرها الإجماع أن الفقهاء قد اجمعوا على وجوب ان يخرج الزوج زكاه الفطره عن زوجته الناجزه، ادى أجمع. المرحوم المحقق الحلي في مناقشته لكلام ابن ادريس قال اصلا ولا واحد من الفقهاء قال بذلك. لم يقل بذلك احد. هذا الذي ادعاه الحلي وهو وجوب اخراج زكاه الفطره عن الزوجه الناشز انه اجماعيون انه اجمع الفقهاء عليه المحقق يقول, ما؟ يقول لم يقل به احد فكيف صار اجماع بعد ذلك كيف نثق بالاجماعات عندما تصل الحاله الى ان يقال شيء ثم ياتي فقيه اخر يدعي الاجماع على شيء ثم ياتي فقيه اخر يقول لم يقل به احد طبعا بقطع النظر عن الخطا والصواب من هو المخطئ من هو المصيب ولكن المهم ان الخلاف يصل الى هذه المرحله وانه ما قال به احد فبناء على هذا التصوير يكون الاجماع المنقول موهونا جدا مشكوكا فيه واوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الاجماع على وجوب فطره الزوجه ولو كانت ناشزا، يعني يجب على الزوج ان يخرج زكاه الفطره عن زوجته حتى لو كانت ناشزا على الزوج. ورده المحقق رده المحقق بان احدا من علماء الاسلام لم يذهب الى ذلك. لم يذهب الى الوجوب يا ابن ادريس هذا الذي تدعي عليه الاجماع لم يقل به احد من علماء الاسلام منشا الخطا وين في كلام المرحوم ابن ادريس على الله مقامه يقول منشا الخطا هو انه اعتمد على كلمه الزوجه ان هذه زوجة أن الناشز زوجة ويجب اخراج زكاة الفطرة عن الزوجة فإن الظاهرة أن الحلية إنما اعتمد في استكشاف هذا يعني استكشاف هذا الحكم هذا إن شاء الله هذه الأوراق أرجع لها أحتاجها بعد ذلك فإن الظاهرة أن الحلية إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الداله باطلاقها على وجوب فطره الزوجه على الزوج متخيلا ابن ادريس وجد ان الفقهاء يروون الروايات التي تقول بانه يجب على الزوج اخراج زكاه الفطره عن زوجته متخيلا يعني ابن ادريس تصور أن الحكم وجوب إخراج زكاة الفطرة معلق على الزوجية المعيار كانه تصور ابن إدريس تصور أن المعيار هو عنوان الزوجية وعنوان الزوجية متحقق في الزوجة الناشز فإذا عنوان الحكم موضوع الحكم متحقق وهو الزوجية فيجب النفق مثل جواز النظر هل يجوز النظر إلى الزوجة نعم ما هو المعيار؟ الزوجية معيار والزوجة الناشز زوجة أو ليست بزوجة نعم زوجة فيجوز النظر لها فكأنه تخيل أن قضية زكاة الفطرة منها القبيل أن الفقهاء رووا الروايات التي تقول أنه يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر على زوجته وذكر مقدمة هو رتب مقدمة رتب قياس بأنه والزوجة الناشز زوجة إذن يجب إخراج نفقتها ثم نسبه الى الفقهاء من خلال انهم رووا ذلك ولكن بمقدمه استفادها هو بقياس رتبه هو ما هو القياس؟ ان المعيار في اخراج زكاه الفطره هو عنوان الزوجيه والحال انه ليس كذلك العنوان هو العيال مثلا من يجب عليه النفقه والزوج الناشز لا يجب على الزوج النفقه عليها. متخيلا ان الحكم معلق على الزوجيه ان الحكم حكم وجوب النفقه وجوب اخراج زكاه الفطره معلق على العنوان الزوجيه وهو موجود في الزوج الناشز، هذا هو تخيله من حيث هي زوجيه ولم يتفطن لكون الحكم حكم اخراج زكاه الفطره انما هو من حيث العيلوله عياله والزوجه الناشز ليست من عياله. زوجه له نعم زوجه ولكن معيار وجوب اخراج زكاه الفطره هو العيلوله يجب ان يخرج زكاه الفطره عن نفسه وعن عياله والزوجه الناشز ليست من عياله او لا ما يكون هذا هو العنوان هناك احتمال او وجوب الانفاق احتمال ان يكون العنوان هو وجوب الانفاق من تجب عليه نفقته والزوجه الناشز لا تجب نفقتها على الزوج فاذا الروايات التي ذكرت الزوجه ذكرتها بما هي عيال او ذكرتها بما هي واجبين نفقه وليس بما هي زوجيه بما هي زوجيه فإذا أولئك الذين قالوا بوجوب إخراج النفقة وجوب إخراج زكاة الفطرة عن الزوجة ما كانوا يقصدون أن المعيار هو الزوجية بما هي زوجية وإنما عن الزوجة بما هي عيال أو بم أو أو عن الزوجة بما هي تجب نفقتها على زوجها والناشز لا هي عيال ولا هي واجبة النفقة على الزوج إذا ما داخله؟ في كلامهم إذا لم يقصدوها ومجرد كونهم قد ذكروا هذه الروايات لا يعني أنهم يفتون كما تفتي متخيلا كأنه يستظهر المرحوم الشيخ الأنصاري يستظهر يقول والظاهر فإن الظاهرة أن الحلية المرحوم ابن إدريس إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء لأنه المحقق الحلي يقول أنه لم يذهب أحد من علماء الإسلام فأذن كيف الحلي ينسب لهم ذلك يقول لعله الظاهر أنه نسب لهم ذلك من جهة الأخبار أنهم رووا الأخبار وهو فهم شيئا من الأخبار وهم فهموا شيئا آخر أقوال العلماء على تدوينهم استنبطها من تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب لماذا؟ لأن الروايات قالت يجب إخراجه عن الزوجة، إخراج زكاة الفطر عن الزوج، فهو تصور أن المعيار هو الزوجية متخيلاً أن الحكم معلق على الزوجية من حيث هي زوجية ولم يتفطن لكون الحكم من حيث الحيث. أن المعيار ليس الزوجية بما هي زوجية إنما من حيث العيلولة أو من حيث وجوب النفقة، وبالتالي خالف ابن إدريس كلامهم وقال أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن الزوج الناشز ونسبه لهم. نسبه لهم وعنده الاشتباه أين؟ الاشتباه في أنه تصور أنهم عندما رووا ذلك مطلقًا أنه معيار عندهم هو الزوجية كما أن المعيار عنده هو الزوجية تصور أن المعيار عندهم هو الزوجية فنسب الحكم لهم فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الأخبار على الأخبار بالاتفاق يعني أنه إذا يخبر أحد العلماء على وثاقته يحصل اشتباه يخبر عن الاتفاق ثم يأتي عالم آخر يقول أصلا لم يذهب إلى ذلك أحد لم يقل بذلك أحد كيف يمكن أن نعتمد بعد ذلك أن نتكئ ونقول أنه هذا قطعي وأن الإجماع قطعي يمكن ذلك فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الأخبار بالاتفاق الكاشف عن قول المعصوم أنه يخبر عن جماعة نستكشف منهم قول المعصوم إذا كان الإخبار بهذا الشكل عن قول الامام عليه السلام ويقال انها سنه محكيه، يقال ان الذي يخبر عن اجماع جماعه الذي ينقل اجماع جماعه هو ينقل السنه يحكي عن السنه، نقول هكذا اخبارات شاهدنا نماذج منها واقعا هكذا اخبارات هل يمكن ان يقال انها اخبارات عن السنه؟ هل يمكن ان يقال انها عالية السند كأنها إخبار عن المعصوم خبر آل السند الجواب كلا لا يمكن الاعتماد عليها لأنها حدسية اجتهادية مبنية على مقدمات ونشاهد أن هذه المقدمات تخطئ كثيراً بس إحنا لسنا بصدد البحث عن وجوب إخراج زكاة الفطرة أو عدم وجوب زكاة الفطرة. ولكن انصافا اذا رجعنا الى كتاب السرائر لنبحث عن انه ماذا كان كلام صاحب السرائر هل هو كان بهذا الشكل او لا في كتاب السرائر ماذا قال الجزء الثاني من موسوعة ابن إدريس كتاب السرائر قال وكذلك يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سواء كن نواشز او لم يكن وجبت النفقه عليهن ام او لم تجب دخل بهن او لم يدخل دائمات او منقطعات لماذا؟ للاجماع والعموم للاجماع والعموم ابن ادريس في هذا المثال احنا وهذا المثال ابن ادريس ما استفاد الاجماع من العموم لا استدل بالاجماع واستدل بالعموم من غير تفصيل من احد من اصحابنا استناده في نسبه القول الى الفقهاء من جهه انهم ذكروا الزوجه ولم يفصلوا هل هي ناشز او لا وهذا كاشف حقيقي عن رايهم بناء على انهم قالوا ذلك تاره نقول لا هم فصلوا نعم يصير اشكال ولكن اذا ما فصلوا طبعا كلامهم من دون تفصيل يجب اخراج عن الزوجه من دون تفصيل كاشف عن انه من دون فرق بين الناشز وغيرها والا اذا كان كلامهم سكوتهم عن القيد لا يدل ما يبقى عندنا حجه للظواهر اصلا ما تبقى ظواهر حجه اذا نقول لا هم يقولون بانه يجب على الزوجه وهم يقصدون ان لا تكون ناشزا اذا نبني على هذا بعد ما يبقى حجر على حجر كيف نفهم كلام الناس بناء عليه على كل حال يستدل بالاجماع ويستدل بالاطلاقات بما هي اطلاقات ولا يستفيد الاجماع من اطلاق الروايه لا لا في في اخر كلامه يقول وذكر في المبسوط انه لا يلزم الرجل اخراج فطره زوجته الناشزه والصحيح أنه يلزمه وكذلك يلزمه إخراج الفطرة عن الزوجة التي لا يجب عليها نفقت لا يجب عليه نفقتها من النكاح المؤجل لعموم قوله عليه السلام يجب إخراج الفطرة عن الزوجة فهو يستفيد الحكم من العمومات بما هي عمومات ويستفيد الحكم من الإجماع حيث ترك الفقهاء التفصيل حيث قالوا بوجوب إخراج زكاة الفطرة ولم يفصلوا فيستفيد من التفصيل وبناء عليه يكون هذا هذا الفهم يكون صحيح هذا الفهم لانه اذا قال الفقيه يجب الاخراج عن الزوجه ويسكت من دون قيد ماذا نفهم؟ نفهم انه الناشز داخل في الوجوب لو خارج عن الوجوب نفهم انه داخله نعم اذا كان الفقيه قد فصل اما انه الفقيه يسكت عن هذا القيد ونقول ان هذا السكوت لا يدل هذا معنى أنه لا تبقى حجية للظواهر بالنسبة لكلام المرحوم المحقق الحلي على الله مقامه اللي قال أنه لم يفت بذلك أحد هذه عبارته قال وقال بعض المتأخرين الزوجية سبب لإيجاب الفطرة لا باعتبار وجوب مؤنتها ولم يبد حجته عدا دعوة الإجماع من الإمامية على ذلك انه ما كان عنده الا الدعوه الاجماع ويعترض عليه المحقق يقول وما عرفنا احدا من فقهاء الاسلام فضلا عن فقهاء الامام فضلا عن الاماميه اوجب الفطره على الزوجه من حيث هي زوجه لا بل ليس تجب الفطره الا عمن تجب مؤنته او يتبرع بها الى اخره اذا المرحوم المحقق يقول ان كلماتهم تدل على ان الواجب وان المعيار هو وجوب النفقه، فاذا صار خلاف في, في كلماتهم وليست نسبه الاجماع اليهم من جهه انهم رووا هذا ليس كذلك، ثم ولم يبدي حجته عدا دعوه الاجماع، هو ابدى حجة غير دعوه الاجماع، اذا كان مقصود قال وقال بعض المتاخرين ما قال من هو، اذا كان مقصود ابن ادريس، ابن ادريس استفاد من الاطلاقات لعموم قولهم عليهم السلام يجب إخراج الفطرة عن الزوجة هذا دليل الرواية وليس أنه ولم يبد حجته عدا دعوة الإجماع كان عنده دعوة إجماع وعنده العمومات أيضا في بداية كلامه قال للإجماع والعموم فقد أبدأ دليلين دليل الإجماع ودليل العموم وليس دليلا واحدا يبقى أنه اختلاف في فهم كلمات المتقدمين هنا صارت المساله في الاستقراء ان كلمات المتقدمين هل هي داله على ان المعيار هو الزوجيه بما هي زوجيه او المعيار على العيلوله بما هي عيلوله، وجوب النفقه بما هو وجوب النفقه، صار اختلاف في فهم كلماته. فلا يقال ان ابن ادريس نسب الاجماع الى الاماميه والحال انه لم يقل احد من علماء الاسلام بذلك، هو ادعى أن كلماتهم مرتب هكذا أن أن كلامهم مطلق أنه يجب إخراجه عن الزوجة ولم يستفصلوا لم يذكروا أنه هذه الزوجة هل هي ناشز أو لا فأستفيد من إطلاقهم يبقى نقول له يا ابن إدريس لم يطلقوا كلامهم ليس مطلقا كلامهم على يجب على من تجب هذا صار في فهم كلماتهم وليس من باب أنه قد رأى الروايه عندهم فنسب الحكم اليهم ليس كذلك ليس كذلك ثم المرحوم الشيخ بعد ذلك يذكر هذه المساله وانه وما ابعد ما بين ما استند عليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكيه حيث قال هذا القول فيه من الدقه وفيه من العبارة التي تحتاج إلى بيان ما يمكن أنه يكون في آخر خمس دقائق، يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى توجه تام، فاضطر إلى تركه إلى الدرس اللاحق، إن شاء الله إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى أذكره في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله, الله يا. Allah, Allah.